الإخوان المجرمون، هذا ما يفعله الإخوان المجرمون، يقتلون باسم الإسلام، يغتالون باسم الإسلام، يذبحون الأطفال والنساء والشيوخ باسم الإسلام، يقتلون عائلات بكاملها باسم الإسلام، يمدون يدهم إلى الأجنبي وإلى عملاء الأجنبي وإلى الأنظمة الأمريكية العميلة على حدودنا، يمدون إلى هؤلاء أيديهم ليقبضوا المال وليأخذوا السلاح ليغدروا بهذا الوطن، ليقتلوا المواطنين الذين عاشوا معهم في وطن واحد، في مدينة واحدة، في حي واحد، وأحيانا في بيت واحد. ويمدون أيديهم إلى وكلاء أمريكا على حدودنا، يقبضون المال ويأخذون السلاح ليغتالوا هذا الوطن، ليقتلوا هذا الوطن، ليضعفوا هذا الوطن في وقت تقفون فيه وحدكم في مواجهة أشرس عدو وأشرس عدوان. Thank you.
أيها الأبناء، وطنها وطن الرجية وطن متحرك، لا حدود له ولا ثبات، يسبح فوق الناس على طول الأرض، يسحق الجماجم، يقتل القيم، يفسد المناخ الإنساني حيثما استطاع ذلك. هذا هو وطن الرجية، ومن سوء حظهم وحظ أساتذتهم في واشنطن وتل أبيب أننا نعرف أنهم أفراد وأنهم قلة قليلة، وحتى من تسلل منهم إلى هذا المكان أو ذاك فهو لا يمثل إلا أفراداً قلائل أودعوا وعيا زمامهم وضمائرهم خارج حدود الوطن. على كل حال، رأوا وسيرون أكثر في المستقبل كما رأوا في الماضي أن الشعب أقوى منهم، أقوى من معلميهم ومن مموليهم، وأن الشعب هو أولا الكادحون العمال والفلاحون والمثقفون الثوريون والجنود العقائديون المؤمنون بالوحدة والحرية.